شاهد المقطع كامل عزيزي المشاهد، لانه بهذا المقطع مقلب لازم تديروا بالكم، لانه اليوم راح اخرفن اعضاء اكلاني. الا زين، كيف راح تخرفن اعضاء اكلانك؟ اوكي مبدئيا الدنيا ليل، استنى خلينا نشيل هاي. انا بعرف يعني بدون النظاره بكون احلى يعني، عشان عيوني حلوات وانتم كمان متعودين على عيوني بكونوا دائما حلوات و... خلينا مبدئيا نبعث لأسيد. تعال يا أسيد. أسيد طبعا يا اخوان واحد من المدراء عندي بلك. أسيد شو مصحيك انت؟ شو مصحيك؟ صحيني صحاني الزمن. ليش مال الزمن عليك يا عمرك؟ اقول لك ماله تزعلش. استنى قول يا استغفر الله العظيم. اسمع بدي بالله عليك بدي منك شغله. قول. بدي اخرفنكو يعني بدي اسوي مقلب الخرفنه بالكلان هالمره. درت تجي علينا لويش يا زلمه؟ لا لا اسمع عن جد عن جد والله بدي اعمل عن جد، اقسم بالله بدي اسوي مقلب. انا ما اللي بحلف، انا بدي اسوي مقلب الخرفنه عندكم بالكلان. اوكي شو الاوكي؟ مين الفاتح بالكلان؟ استنى شو مين في حراني فاتح؟ حراني دائما بتعرف حراني دائما مسوي علقت اللعب. الله ياخذك انت وحراني. هسه اسمع اسيد، فالمقلب راح يكون بمين؟ بحراني. حراني بما انه هو اللي ماسك الاختبارات تبعت الكلان، اليوم بدنا نسوي المقلب فيه انا وياك. يلا تمام. ما لا انا حكي ايش بضحك هسه اركز معي بالله. اسمع كل ما كان للمقلب حلو كل ما انت طلعت لك هديه. خلاص راح اضبطك. بدي اعطيك سياره. شو الهديه؟ اقول لك اضبطك انت. شو الهديه؟ بدي استاجر لك سياره بدبي لمده يوم كامل. مش انت بدبي؟ جاهزين بارضي جاهزين خلاص. بدي استاجر لك رولز رايز لمده يوم كامل بس ضبط المقطع. والله كفو يلا روح. يلا انا رايح. اعطيني العلم شويه اشوف. شو بدك تساوي؟ بدي اضيف واحد بس. اعطيني يلا. انت شو قلت لي اسمك؟ طلع برا. مبدئيا اخوان بس خليني امسح حراني من الاصدقاء من عندي. تعال علي جاي. طول عمره يسوي فيها مقالب، طول عمره يا اخوان بيسوي فيها مقالب جوا اللعبه وبيخرفني. اليوم انا بدي اخرفنك ما بعرف كيف. بس يا رب يزبط المقلب. مبدئيا بدي اغير اسمي جوا اللعبه ل اوكي خليني ابتكر اسم من عندي تمام. ايش جحش طلي. اوكي يا اخوان طبعا اليوم في عندنا اسم جيسيكا، ما بعرف ليش جيسيكا يعني، بس المهم انه اسم بنت راقي. اذا في بنت اسمها جيسيكا بترقبني بالتعليقات اسمها جيسيكا عن جد، فاكتب لنا تحت بالتعليقات. خلينا نصير نخرفن اصحابي انا وياك مع بعض. نمسح هذا اللي تحته ولا ليش؟ لا خليه. نكتب مثلا هيك جيسيكا، كتبت تحتي اساطير اللي هو حساب الانستغرام مثلا وكتبت جنبه jessica.com. يلا تعالوا هيك زبط. ليش ما زبط؟ علقت اللعبه. الله ياخذ اللعبة. يا اخوان مشان الله قد ما بتعلق اللعبه. وضايل علينا بس شغله واحده اللي هو بدي احول الحساب من ذكر لانثى، او مش بس شغله يعني اكثر من شغله. طبعا انا حاليا يا اخوان بالكلان شوفوا اطلع من الكلان على السرع. لقد غادرت الرابطه. اوكي خلينا نفوت بس على البروفايل نغير كمان شغله كمان. مبدئيا خلينا نحط شخصيه بنت. انا عندي شخصيه كارولين. شخصيه كارولين اسطوريه. يا سلام يا سلام جاهز للسكن. اوكي لبسناها هيك باللون الاسود بما انه انا كمان لابس باللون الاسود يعني انا وياها توينز مع بعض. وظايل علينا بس نغير الملف الشخصي هان، نحط مثلا اي ملف شخصي يكون باللون الوردي. عرفتوا البنات انتوا ليش بتحبوا اللون الوردي؟ انا ما بعرف. اوكي وهيك صرنا جاهزين يا اساطير. شوفوا 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 شو الاول اللي بعدك. هاي بعدها خليها. طيب ضايل علي بس خليني اطفي اللعبه وارجع اشغلها على السريع. يا سلام. ليش طفيت اللعبه ورجعت شغلتها؟ عشان ما يبين اسمي القديم ويبين اسمي الجديد، يعني بنعمل ريستارت للعبه تمام. قبل ما نبلش اساطير بهذا المقطع بتمنى من الكل يعمل زر اللايك. خلينا نوصل هذا المقطع لل 50000 لايك. والله من زمان ما وصلنا 50 30000 لايك من زمان ما وصلنا، فاعملوا لنا زر اللايك يا اساطير وليتس جو. خلينا نشوف المقطع مع بعض. اوكي مبدئيا انا هيك طلعت من الكلان. ضايل علي بس اني بدي ابعت ل تعال 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 يا اسيد. كيف بس بالله عليك ما انا اسطوره؟ بعرف اختي مد. شوف 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 التيشيرت الاسود وانا اصلا لابس تيشيرت اسود. لا هيك اغراء هيك بنرقص مع بعض كمان. لا خلاص انت بدك تخرفن انت خلاص. طيب اسمع 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 هسه بدنا نضيف حراني. انت بعت له رساله. مين هذا اللي ببعث لي؟ بدي اياك تبعت لحراني تحكي له انه هاي البنت في معي بنت بدها تفوت ضروري على الكلان. عرفت؟ بدنا نسوي لها تيست بدها تفوت على الكلان. بلعب جيم ثواني. وين هو؟ انا صح مسحته بالاصدقاء. المهم اول ما يخلص بتقول له انه تعال على اللعبه بسرعه فوت معنا سكواد في بنت بدي اياك ايش تعمل لها اختبار. هسا انا بلعب بي سي فانت فاهمه كمان انه انا صاحبيتك وجلاده وزي هيك وقديمه باللعبه. قول له قول له اسمع قول له انه انا ستريمر، قول له انه انا تيك توكر. اوعى تجيب سيرتي نهائيا. زين اكس عليه حط عندي اوعى زين حطه بالزباله تجيب السيرته. هي هيوج هيوج تمام. انا سكر مايك انا لما يجي بيفوت احكي له عشان سكر مايك. خلص خذوا فاصل. ايش جحش ايش جحش طلي تويس ميوب سيس ايش جحش طلي تويس ميوب. يلا ها اجا اسيد شلونك؟ الله تمام الحمد لله. شو صحيك انت خالي؟ ما اسمع هاي البنت اللي معي سامعني
سامع جيك سام، بدها تدخل الكلام، بدنا ندخل الكلام. كتبت له معلش مستعجلة شوي. معلش مستعجلة شوي. طيب اركبي تاكسي. والله بكحت انطرت بس نعم. بنت بتلعب تيك توكر هي على فكرة. كم عندها على تيك توك؟ شو بدك كم عندها؟ انت خد رقمها كمان. شو لويش؟ عشان نضيفها جروب الواتساب. لويش يعني؟ انت شو نضيفها جروب الواتساب؟ اذا ما انا عارفك حمود. طيب طيب يا جيكسا عندك مايك؟ عندي مايك يا خروف، بدي اسمع صوتي. خروف. طيب البنت البنت فتحت معي مايك. بنت البنت حبيبي. بنت البنت؟ بكتب له ممكن ادخل؟ ممكن؟ لا والله شو يضمن لي انها شب وتفوت تخرب لي على الكلام؟ يا سلام، شو ضمن لي؟ شو ضمن لي؟ شو مشكلة؟ إذا أنا قاعد أخوفك هسا يا حمار. اسمع. إيه دكتور له بعد. الروم. استوى أعطيني رقمك على الواتساب. إيه. بس بعد الروم بعطيك رقمي. علقت علينا. علقت اللعبة بس علقت اللعبة علقت الخرية. تعال بدي اجي اخبص بوجهك هسا. حتى لو خسرت حتى لو خسرت علي 5 صوتهم. هاكر هاكر. ابي شو انك واثق من حالك بقول لك البنت تيك توكر محترف حبيبي. كويس اللي فصل. طلعوني من اللعبة ما بعرف ليش. يا رب يا رب يا رب يا رب نرجع بس ما بدي يخرب كل شيء انا ما بدي يخرب الفيديو بس. علقت. لا ديكس يا عمري علي الحلال راحت زيتت ما علينا. لا يا حبيبي بقول لك هذا ماله حمار وعندها متابعين بقول لك عندي 100,000 تتهوت انت ولا انت غبي زي دوار الشمس عندها 100,000 ليه مو داخل شراكة غريب البنت لازم تكون داخله سوي روم تنزل ضد روم ولا لا انت غبي انت غبي شيء فعلا اسمع اسمع حمودة راني اذا تفوز عليها اذا تفوز عليها انا خليها تفتح مايك معك طب يلا تفضل يا عروم يا عم انا ربي كيوت لا لا عمري انا احب اللطيفات حمود بقول لك مغاري حبيبي بقول لك من عندي البنت يا حبيبي خلاص انت الثاني اسكت بيبي كيوت ما ردش اوكي خلينا نرقص معه وسيد شوي خلينا نشوف بدي غار ولا لا سوي سوي روم يا جيكس سوي روم يا جي استنى جيسيكا لا قبل الروم يا جيسي انت شو مصحي كسا لا قبل الروم قبل الروم ايش شو بده خرفنا شو بده خليه يقول بسأله انت مرتبط قبل الروم ايش يا جيسيكا تسأله انت مرتبط بدي اخذه بدوامه هسه استنى انت مرتبط بدي اسأل حبيبتك بتغار حبيبتك وسيد اي بنت ولا شاب لا لا جد يا زلمه بنت يا زلمه شو تسولف انت بدك اكتب له اذا انا بتغار لا تلعب معي من لبنان عمرات 21 اذا بتغار لا تلعب معي لا لا ما بتغار بعدين عادي ترى انت ميت مرتبط انت ليش يا سيد الشرع خف علينا استنى خلنا نطرد سيد هذا مين هذا هذا صار له واقف في شوب انت بتسوي لحالك اعلان ولا ايش اطلع برا اكتب له يا مريم ايوه شو العقود هاي سكوت اشترط اسف 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 بسرعه بسرعه ضيفه بسرعه بسرعه ما العرض هذه حموده ما العرضها البنت حبتك تقولها ما العرضها على واب بتحكي معي هيك يا زلمه اكتب له خلاص يا جيسيكا بدك انت لو سمحت افتح مايك او تستحي افتح مايك خلصينا بالله انت ما بتستحي انت لا ما بستحي انا حموده بقول لك من عندي البنت حبيبي يا رجل ندخلها الكلان ايه خلاص ندخلها الكلان تدخل بالشروط اللي عندنا مو عاجبتها في قلبها تروح على القنات البنت بتلعب احسن مني ومنك احسن مني ومنك خليها تيجي روم اختبار بعدين تبعت لي رقمها على الواتساب شوف خلص اعمل يا قلبي والله العظيم اقسم بالله العظيم توكلنا بلا ملح حبيبي يا زلمه بطل برا ما طرت ناس بهذا الفيديو عليك منه هذا حكي كثير اعطيني سكواد بس يلا شو اللي يلا خرب الفيديو اوكي خذ خذ السكواد وشو؟ دغري طردتيني؟ بالغلط بالغلط بتقول لك شو اللي بالغلط؟ ميه بالغلط ميه دغري زبطها دغري خن صاحبك زبطها ها؟ دغري زبطها للبنت انت شو الاسلوب اللي عليه؟ ولي يا زلمة لو سمحت سيد لو سمحت يا سيد ما يلا جايز يلا يا جايز يلا يا جايز ليست تسمي حرانية جو جد ندخلها حمودة اذا فازت اذا اخذت 5 جولات ندخلها
الو سعيد، طلع الصفر، طلع الصفر، ما هو على الصفر ده طلعه بده خبط على وجهه. هسه استنى، لا مش خروف يا زلمه، بقى انا بسب عليه وعادي واموره تمام. تخيل يفوتني بدون اختبار، لا انا ابدي اطرده برا الكلام بعد الفيديوهات. تخيل تخيل بزويها بزويها. استنى تحط شخصيه كارولين بس عشان امشي بسرعه. وينه؟ الذخير، الذخير الحيوان الغبي مسوي الذخيره بتخلص الحيوان. استنى خلنا نطلع نسكر مايك بس قبل ما اطلع. وسيد شو الصدى اللي عندك هذا؟ انت قاعد بمغرت علي بابا؟ عندي صدى يا طلع؟ عندك صدى انت؟ لا ما عندكش صدى، عندك كل شيء. شلون هم ما بعرف يسوي يا زلمه؟ شلون مخليه بالكلان عندك؟ هسه بدي اطرده. استنى هسه بقول لك ايه، اسمع بس افوت على الكلان هالساعات. ايش انت شو بتحكي له؟ بتحكي له انه مثلا بدنا نعطي هاي البنت ايش؟ قائد، عرفت؟ ولا اقول لك انا بدي احاول اني اخرفنه؟ واقول له اعطيني قائد. اوعك بعطيك والله. مش عارف العب انا. ورق حراني ايه؟ وينه؟ مسكر حاله. بدي برب اسمه دفجر، دفجر بالروما هي، عرفت؟ هسه بالاول باكله جوله ثنتين اصفر، عرفت؟ عشان ما يشك فيا. بعدين بعدين لقدام بصير افقعه هدات، يقول لك شو البنت هاي مش طبيعيه. استنى خلنا اسكر مايك عشان اعرف العب ثواني. يعني يا حراني انت مش لاقي تتخرفن الا على ايد زين، تعال علي جاي. هذا كيف فات من الثلج؟ تضحك؟ بتضحك على شو بتضحك يا كلب؟ طلع يا اخوان شو بدي اسوي فيه؟ بدي اتيم معاه، عرفتوا؟ بدي اتيم معاه، وبعد ما اتيم معاه بدي اغدره. تعال علي يا حراني، بلش وقت الخرفنه الصحيح هسه بلش. تعال وينك؟ تيم 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 حمار هذا بيتيمش. تيم تيم. ويلي 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 عليك يا زين يا اسطوره. يلا ينعل ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. والان يا اساطير بنقدر نقول انه 3-2-1 زين العب واحد، زين انو بواحد. شو مرض؟ روح حبيبي روح روح، الدور جايك انت بمقطع كمان لهلا. شو الرقصه هاي؟ بقدرش ارقص معه صح؟ هسه تولع معاه، بقول لك شو البنت الاسطوره هاي مش طبيعيه. وين راح؟ طب انا شو معرفني انه الانترنت هيك بده يفصل؟ لو هيك الانترنت ليش طيب؟ يا رب الانترنت ما يفصل، والله العظيم ما بعرف ليش هيك الانترنت عندنا، عندنا احنا اقوى انترنت بالاردن. يا الله يا حراني انت من متى هيك بتعرف تلعب يا اخي؟ انت نوب طول عمرك، منوب يا زلمه طول عمره طلعوا على الصفر، من متى هيك صار يعرف يلعب؟ يلا يلا خليه يتهنى شوي، خليه يقول لك ايش شو هالبنت الاسطوره هاي، شو هالبنت المنوبه هاي، خليه خليه يتهنى خليه، بعد ما يتهنى انا بدي افرجيها الساعه. تعال شو بتساوي انت يا غبي انت الثاني؟ على لازم خرفنته سيد مش حراني. خليه 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 على اقل من مهله، خليه يلعب على اقل من مهله. وين راح؟ وين وين رحت يا حراني؟ وين رحت بس؟ ابلع ابلع يا قليل الادب، ابلع ابلع. يلا ابلع 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 ابلع. ول 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 ول. والله انا مبطل اعرف العب، جاي صور انا اصلا مش عارف العب، بطل اعرف العب نهائيا. شو مالك ببكس؟ ايش؟ شو اللي بتعطي قلب؟ انت تخرفت زي حراني ولا ايش؟ مش سامعك على كل حال، والله ماني سامع. لوش ببربر؟ لوش ببربر هذا؟ هذا الحمار، هذا الحمار لوش ببربر؟ لوش ببربر الغبي هذا الحمار؟ هو بده يعصب يعني انا يعني انا مثلا مش راح اعصب يعني؟ شوف لي جيسيكا هسه شو راح تسوي فيه؟ اعطيه وحده حركه اعطيه وحده حركه الكيوت، هسه بدي اعطيه حركه الميوت، هسه بدي اسوي له ميوت مش كيوت. هاي ابلع، هاي الميوت، ابلع ابلع ابلع. واللي بعدك ما تيجي يمي حاميني. جيسيكا تغني لديكم فلا خوف لديكم. جيسيكا ماذا لديك يا اسطورة؟ ويلي 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 عليك يا جيسيكا، جيسيكا يا اسطورة. جيسيكا المتخرفنة، هذا تخرفن. اسيد شو بتسوي؟ خدعة اوريون قاعد. اخ المشكلة الجو نار نار، الجو كثير، المكيف طافي وانا بقول ليش الجو نار. استناني ورا السور. ولك انا جيسيكا، انا جيسيكا ولك، انا جيسيكا، انت بدك تيجي تبربرني انا جيسيكا ولك. والله ما عارف هاي روم اختبار ولا روم بربره هاي، المفروض الروم الاختبار تكون كلها عن جد تكون هيت شوت، بس حراني غبي عن جد يا اخوان، انا ليش حاطه انه يختبر الناس هو اصلا غبي؟ الضربة المغمسة في الزيت يا زيت. ليش واقف هذا؟
شت ابلع بس ابلع 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 ابلع. بدك تسمع صوتي؟ بدك صوتي يا كلب؟ ابلع بس بديت انا البربره ودي. انت بدك صوتي؟ بتعرف يا هراني انت يمكن ثلاث مرات خرفنت من جوا اللعبه، انت ما خرفني، انت حاولت. صوتي الداخلي هو اللي حاليا بيحكي معك يا هراني. هراني انا جاهز. بدك تسمع صوتي يا هراني؟ شوف بدك تسمع صوتي يا بحساب مين فايت انت؟ حساب مين فايت؟ مين حساب مين؟ حسابي انا يا خروف. اي هي الامانه يعني؟ طلع هاتوا هاتوا ضيف لي اياه، ضيف لي اياه بسرعه، ضيف لي اياه بسرعه. هاتوا هاتوا ضيفوا ضيفوا. قول له والله زلي لا يفضحك اذا ما بتيجي. قول له تعال. سكر عن جد؟ والله يا حراني مش عارف شو بدي احكي لك يعني، ولكن ابلع ابلع. انت حاولت انك تخرفني من قبل بس ما زبطت معك. ايوه ها حراني بتحب نذيع يا حراني ولا لا؟ شو بتحب نذيع ولا لا؟ شو نذيع اخوي؟ بتحب نذيع ولا لا فضيحتك على اليوتيوب؟ يا اخي ذيع أبي يصير لك محتوى. يلا يا سلام. وبعدين تيجي حبيبتك تشوف المقطع وتقول لك اوه بيبي انت عم بتخوني وحركاته زي هيك. اخي مو مشكله مو مشكله مو مشكله، بس حسابي انا مو معك يا زين، حسابي مع اسيد. شو دخل اسيد بالموضوع؟ انا اللي قلت لاسيد. شو دخل اسيد؟ طلع طلع بعدين مسكان انا واسيد مع بعض. طلع 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 عمي مز مز. جيسيكا انت بتعرف شو يعني؟ جيسيكا ما راح اغير الاسم هذا، راح اضل خرفنك فيه. طلع خلص انتو شو كلياتكم طلع قلبتوا خرفان كلكو خلص شبنا. هسه شوف الشعب كله راح يناديني ابو جيسيكا كلياتهم هسات راح يصيروا ينادوك ابو جيسيكا. يا ابو جيسيكا يا ابو جيسيكا يا ابو جيسيكا فضحتنا. وبعدين شو اللعب هذا بالروم؟ حمار مش عارف تلعب. كان بدي شغله واحده، انا غبي بس كنت بدي اخذ رقمك وانشره على اليوتيوب، بس هذه لمره ثانيه قريبا يا حراني، هاي راح تكون لمره ثانيه قريبا. شو نحضيه؟ الفرق ممتلئ خلينا نفضيه.